جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب، ورسائل الهجوم موضوع تقرير في النشرة. وطنيا، اليوم اختتام الحملة الانتخابية في الخارج وتعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المؤسسات التربوية السبت المقبل بمناسبة الانتخابات الرئاسية. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة. تواصلت الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، ومن بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت التي شهدت اليوم قصفا عنيفا عاقبته انفجارات قوية. القصف الإسرائيلي تركز منذ فجر اليوم كذلك على مدن صور وبنت جبيل والنبطية، إضافة إلى عدة قرى في الجنوب اللبناني. وأطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائف المدفعية ثقيلة على عيت الشعب ورامية وقرى القطاعين الغربي والأوسط وعلى أطراف مدينة بنت جبيل. كما أعلن جيش الاحتلال استهداف 24 بلدة في جنوب لبنان، وطالب سكانها بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، وهذا النهر هو آخر نقطة في جنوب لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا فجر اليوم لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدتي العديسة ومارون الراس وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع. وأعلنت مصادر إسرائيلية مقتل جنديين وإصابة العشرات في قصف وتبادل لإطلاق النار مع مقاتلي حزب الله قرب الحدود مع لبنان. كما قصف حزب الله مستوطنات مكسف عام وشتولة والمطلة بالصواريخ، مستهدفا قوات إسرائيلية متمركزة فيهما، في حين دوت سفارات الإنذار في صفد ومستوطنة كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم عن رصد إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل. واستشهد اليوم أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة ومعهدا يأويان نازحين في مدينة غزة، وعقب توغل لجيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية إغلاق كامل ومنعت المواطنين الفلسطينيين من التنقل بين أرجائها من الضفة الغربية المحتلة. مراد السبع والمراسلة التالية. في قطاع غزة استشهد أكثر من 80 مواطنا في قصف للاحتلال على مواقع في أحياء معا وحي المنارة والسلام جنوب خان يونس وعدد من الأحياء الأخرى في غزة منذ ساعات فجر هذا اليوم. أيضا في مدينة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل منفذي عملية يافا يوم أمس، والتي قتل فيها 7 إسرائيليين، وطالبتهم بإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه. في الضفة الفلسطينية أغلقت قوات الاحتلال عقب عملية إطلاق الصواريخ من إيران والعملية التي حدثت في يافا يوم أمس كافة الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة، ومنعت المواطنين من التنقل في أنحاء متفرقة من الضفة الفلسطينية. مواقف متباينة أثارها الهجوم الصاروخي الذي نفذته أمس إيران على مناطق مختلفة في إسرائيل، تراوحت بين منتقد للعملية وبين خشية من تسببها في اتساع رقعة الحرب في المنطقة. هذه المخاوف دفعت مجلس الأمن إلى الانعقاد اليوم بصفة طارئة بطلب من فرنسا لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التطورات الأخيرة. سمية الفرجاني والتقرير التالي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا لبحث التصعيد في الشرق الأوسط في ضوء الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان والقصف الإيراني الصاروخي أمس على مناطق عدة في الكيان الصهيوني. الاجتماع يأتي في وقت تزايدت فيه المخاوف من حرب شاملة في المنطقة، فقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، فيما دعت إسبانيا إلى ضبط النفس ووضع حد لما وصفته
بدوامة العنف. أما كندا فاعتبرت أن الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أكبر في المنطقة. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته عليها إيران، مشيرا إلى تواصل المشاورات مع إسرائيل بشأن الرد الذي سينفذ ضد طهران. من جهته أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإيراني على إسرائيل ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. الموقف ذاته أبدته فرنسا التي أعلنت أيضا أنها حركت أمس قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدي لما اعتبرته تهديدا إيرانيا. سفير إيران بتونس مير مسعود حسينيان قال إن بلاده قصفت أمس مراكز عسكرية أساسية في الكيان المحتل ولم يتم استهداف المدنيين أو المؤسسات الاستشفائية أو المراكز التجارية. وأضاف خلال مداخلته في برنامج يوم سعيد اليوم أن الضربة كانت موجعة جدا للكيان الصهيوني وجاءت ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وفي إجابته عن سؤال لماذا الرد جاء متأخرا قال سفير إيران بتونس: أنا أقول ليش تأخرنا في الرد على إسماعيل هنية؟ هذا كلام من دكتور باغري رئيس أركان الجيش الإيراني، قال نحن كنا نريد أن نعمل رد على إسرائيل ولكن طلب أمريكا منا أن هو وقف إطلاق النار في غزة، وطلب منا أن لا نرد على إسرائيل من أجل الوقف إطلاق النار على غزة. تأخير في دلائل متعددة. سمعتم إيران قصف بحوالي 200 صاروخ على إسرائيل. هم اعترفوا بأن كثير منهم وصل إلى إسرائيل. لكن نؤكد لأن من البداية نحن فقط قصفنا مراكز عسكرية. عملية إيران ضد إسرائيل بعثت عديد الرسائل للكيان الصهيوني وحلفائه ولكل دول العالم. كريمة المرواني. رد إيران على إسرائيل تضمن عدة رسائل، واحدة تحذيرية وأخرى أخلاقية وثالثة لمنع مواجهة إقليمية ورابعة موجهة لكل من شكك في قدرتها على الإفاء بوعودها. أربع رسائل يحوصلها المحلل السياسي الفلسطيني سهيل دياب. كان الرد الإيراني الأول في إبريل بعث برسالة تحذيرية لما تملكه إيران من قدرات. هذه المرة جاء هذا الرد الثاني ليقول كيف يمكن استعمال جزء من هذه المقدرات، وأيضا أن المخفي من حيث القدرات لدى إيران هو أعظم بكثير مما كان في هذا الرد. الرسالة الثانية أن هذه العملية جاءت من أجل أن تمنع المواجهة الكبيرة الكارثية الإقليمية وليس لتأجيجها، وهذه كانت الرسالة للأمريكي وهو راعي إسرائيل بأن لا يقوم بارتكاب حماقات توصل لحرب إقليمية تدميرية لا تحمد عقباها، وفيها أيضا ستكون المصالح الأمريكية ومصالح إسرائيل معرضة للخطر. الرسالة الثالثة رسالة أخلاقية بأن إيران تستهدف القواعد العسكرية بعيدا عن المدنيين والنساء والأطفال والمؤسسات المدنية، وليس كما تفعل إسرائيل في قطاع غزة ولبنان بأنها تستهدف الإبادة الجماعية والمدنيين والأطفال والنساء بحربها غير الأخلاقية. والرسالة الأخيرة والرابعة لكل من تمادى الشهر الأخير بالذات بالتشكيك بإمكانية وحتمية الرد الإيراني الموجع. فهل سيتم استيعاب هذه الرسائل أم أن إسرائيل ستمضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالرد على إيران؟ وفي تونس وبدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع يشارك عدد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة متبوعة بمسيرة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل واحتجاجا على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله وتعبيرا متواصلا عن تضامن التونسيين مع المقاومة. عن الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع أحمد الكحلاوي. لم يتوقفوا عن التظاهر ولم يتوقفوا عن تعبير عن حزنهم الشديد نتيجة هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الصهاينة. طالما تمت هناك قتل وتدمير واعتداء وعدوان لا يجب أن نتوقف. إذا هذه الجرائم المتراكمة المتواصلة يتحدثون عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والديمقراطية، في الحقيقة كلها أكاذيب. انكشف كل شيء عند هذا الغرب المتصهين، فلنعتمد على أنفسنا، فلنعتمد على شعوبنا. في هذه الحالة سوف ننتصر.
وطنيا، تنتهي اليوم فترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالخارج، لتبدأ فترة الصمت الانتخابي خارج تونس بداية من الغد 3 أكتوبر الجاري عند ساعة منتصف الليل، وتتواصل إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 4، 5، و6 من أكتوبر الجاري. وينظم القانون الانتخابي مختلف مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك فترة الصمت الانتخابي. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العيشي: عمليات المترشحين في حوالي 56 دولة، تنتهي إذن الحملة الانتخابية اليوم على الساعة 0 ليبدأ إذن يوم الصمت الانتخابي اللي محاجر فيه يعني كل نشاط دعائي للانتخابات وللمترشحين لفيدتهم، كل معناتها مظاهر من معلقات، برامج تعرض معناتها على الناخبين، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية والمقروءة والمكتوبة، ليكون 4 أكتوبر أول يوم للاقتراع بالنسبة للمواطنين المتواجدين الخارج، ويتواصل الاقتراع أيام 4، 5، و6 أكتوبر بجميع دول الخارج. للتذكير فإن كل المواطنين الكوانسة اللي في الخارج لهم إمكانية التصويت في أي مكتب اقتراع قريب منهم دون اعتبار مكتب التسجيل. وفي تونس تتواصل الحملة الانتخابية لتبدأ فترة الصمت الانتخابية يوم السبت 5 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، وتتواصل إلى غاية الأحد 6 أكتوبر مع غلق مكاتب الاقتراع عند الساعة 6 مساء. وتقرر تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الإعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الأحد 6 من هذا الشهر، وفق ما أعلنت اليوم وزارة التربية في بلاغ. ويأتي هذا الإجراء بهدف توفير الظروف المناسبة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي بالمؤسسات التربوية التي سيتم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم. وأضاف البلاغ أن الدروس تستأنف يوم الاثنين القادم بصفة عادية طبقا لجداول الأوقات المعتمدة. في خبر آخر، تم اليوم خلال المؤتمر العربي 8 لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية الذي انتظم بالعاصمة، تم الإعلان عن إدراج دليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، فضلا عن بعث مشروع لبطاقة هوية وطنية عربية، وفق تصريح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كمان لكوثر العربوبي. نظرا للكلفة المرتبطة لاقتناء التجهيزات والأنظمة الخاصة بمجالات الحالة المدنية المختلفة، ولضرورة الاطلاع على تقييم تلك الأجهزة من واقع الممارسة اليومية، فقد أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال مؤتمر اليوم دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، تم تحديثه في ضوء المعطيات الواردة من الدول الأعضاء ليكون أداة ترشد بها الدول العربية عند اقتناء التجهيزات والنظم الضرورية. كذلك ناقش مؤتمر صيغة محدثة للتصور الخاص بطاقة هوية وطنية عربية نموذجية في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء التي اختلفت بين من يريد أن تكون البطاقة نموذجا تسترشد به الدول الأعضاء في إصدار بطاقات هوية وطنية، وبين من يريد أن يتم إصدار بطاقة عربية تحمل رقما قوميا وحيدا لكل مواطن عربي، وهو ما يبدو لنا في وقتنا الراهن بعيد المنال. ختاما، أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم أن مجهودات البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب بحري في سواحل جربة متواصلة من قبل الوحدات العائمة بإقليم الحرس البحري بالجنوب والحماية المدنية وجيش البحر وفريق تابع للديوان البحرية. وأكدت في بلاغ لها أنه تم أيضا تسخير مراكب صيد بحرية لمعاضدة جهود البحث، علما وأن مركبا بحريا قد غرق قبل
ثلاثة سواحل جربة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 من سبتمبر الماضي، وتم إنقاذ 31 شخصا أغلبهم تونسيون من ولايات مختلفة واثنين من جنسية أجنبية، وانتشال 16 جثة من ضحايا الحادث وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بهذا الخبر نصل مستمعين الكرام وإياكم لنهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حزب الله يعلن التصدي لقوة صهيونية حاولت التسلل إلى جنوب لبنان، وسقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح في المواجهات. جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب، ورسائل الهجوم كان موضوع تقرير في النشرة. وطنيا اليوم اختتام الحملة الانتخابية في الخارج، وتعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المؤسسات التربوية السبت المقبل بمناسبة الانتخابات الرئاسية. مع تحية نعيمة دسولي، في أمان الله.